إخوان وإخوان بتي وإذا غدي تولينا نسوفي سوان غارة ساعة النساء لنا قيادة ستوث ليث نت مزيغ يوندن صواد سوق مطاف نت اللي زرينا النهار وتزورا نسو حريش نت تغلس ثان دا دهجان نغهجان سرافس نجد درميين أكود السرافس نت مصولتا غذي غالا نت جارا يوان وهي لنوسف قد غارة داقسا نيمضقا نت تونزو تتسحونا نت زدانين ذو ذي يدي تيليا وجماع نفارسا نبوتيا ذهي لدي لاني ثريريثا نتيلس ذو قراع نوذ موان نتحيلا تسفرا ذو سندد نفارسا نتقولا ذي ثمرجا نلقلا ذي السواق ذو سنرني ذي السماء نتيغين أكن ذاغا نتسمهل في ثريريثا نلولها غار ثو ثيلين نتزدك يوسح ذي ذر غار ثو ذرثا نغرمان ذي مزداغ زيرينا. في إطار محاربة المضاربة في المواد المدعمة نظمت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة مداهمة مشتركة رفقة مصالح أمن دائرة الخروب وكذا أعوان من المفتشية الإقليمية للتجارة بالخروب وأعوان مفتشية أقسام الجمارك بقسنطينة من أجل كشف الأسباب الحقيقية لندرة هذه المواد المدعمة أين تم مراقبة بعض المحلات المختصة في صناعة الحلويات بمختلف أنواعها بإقليم بلدية الخروب. تبقى وحدات الدرك الوطني وكذا الأمن الوطني والمصالح المختصة الإدارية المختصة ببلدية الخروب على أهبة الاستعداد لمحاربة مثل هذه التصرفات. تمت عمليات رقابة على المستوى الإقليمي مست عدة نقاط وذلك من أجل الوقوف على مدى التموين من مواد غذائية مدعمة وكذلك السهر والوقوف بمناسبة الشهر العظيم على مدى احترام نظافة المحلات وكذلك البحث والوقوف على وجود مخازن غير معلنة بها. دوك سنتا للنظام فدثنا مهال ثنا تونزو ذي الولايه نغار دايا غسلم عونا ذي مزنزوين ديما تجارنا سل جمله ذوي ذي قد شان ذي ثمسا ثفد ثم هل ثنا تولي عن الدقس الاسواق ذي ثغيوانين يمجال ذن الولايه ذي لان نغادي لي ذيك ثونزو ثني فرسا نسل اسوام لن جمله يمزدغ ذهي لاري كملن اي ثغزي بوسان رمضان الاسواق يرديليا يالي فرسا في ذي تيليا الدقس نسوثر تم هل ثرين لن ثونزو ثن اللفسا ذو قزقن وقورا رمضان سوينت. بإنشاء هذا السوق بعديد من المتعاملين الاقتصاديين لأجل توفير مواد أساسية مدعمة أولتها الزيت والسميد وبأسعارها اللي تتباع هذه المبادرة داروها لنا من عندهم هذا العام الحمد لله بسعر الجملة يبيعوه مباشرة للمستهلك بسعر التجزئة. بخصوص رمضان إن شاء الله تمت المبادرة هذه في ولاية غردايا من شركة سيفيطال وشركة حياة وهينكل على أسعار خيالية جدا أنه تكون من مستودع مباشرة إلى الشعب. والأسعار مساوية راه الله يبارك يعني كي يتبع يعني راه كان واحد الأسعار هنايا نتبع فيها راه مليحة قاية كاع كيما الكونفيتير كاين كيما العجين كاين يعني فهمت راها أسعار مساوية الله يبارك. خفنا شوية الأسعار شما عندنا محل في بونورا رانا خفضنا الاسعار بنسبه 20%. نفس اسعار الجمله راه متوفرين عندنا في اليوم في سوق الرحمه في ولايه غردايا ومرحبا بالجميع ان شاء الله وربي يدير لنا سوق والله يعطينا الخير. يعني هنا قربتنا يعني نطيقوا نروحوا نمشوا ونجوا نمشوا ونصرفوا منها يعني تقريبا المواد الاساسيه تقريبا كلها موجوده من الزيت من السميد من الطماطم من الخضر فواكه موجود حتى اللحم. غار وحريش يمو وسال الدقس اني سوق السنة نت مرجع يفرر دو صنفار نوس دول نت بداروجيث يزوين غبار لاضي لسا سيرفيس اذي يانان راند ثوذرث ايو صنفار نوس دول ويتصور جون سالين لقديش ايو سفيدين سي ونو صنفار ذي صنفاران نجمو سوزال نسن قريب توتان مي حفز ذي سنة لقديش الدقس اني سوق سنايا غافس باني عوقاني تقنيا ذوي ياض التدريم فيه ثلاث وفغان دغر دوني ثثكلت النظام ويغالد لقضي شدك سنة ذي الولاية جيجل. اليوم أعيد الانطلاق في عديد هذه المشاريع هذو لعدة أسباب. أولا لأنها أموال تاع الدولة ما لازمش تبقى مهدورة، ثانيا لأنها مشاريع موجهة ومرافق موجهة لفائدة المواطن والمواطن يستنى فيها لسنوات وبالتالي ما عندناش الحق نزيدو نضيعوها. ثالثا والأهم بالنسبة للإدارة أنه انطلاق واستلام مثل هذه المشاريع أولا راح ينقص من كاهل مدونة المشاريع اللي موجودة على مستوى الولاية وبالخصوص
أنه يسمح لنا من تسجيل عمليات جديدة سنة 23، أنه يكون سنة لتطهير المدونة، سواء المنتهية بغلقها، سواء المتعثرة بإعادة بعثها واستلامها ووضعها تحت تصرف المواطن. إسن فاران نجمو غالند غاف الخزنة 83 مليارا يغالد ييس اللقطيش نصف الدين إسن فاران دو قراجو التقارة دو مدونسن. إعادة الانطلاقة اللي راح سمحت لنا بغلق مشاريع واستلامها ولا المشاريع اللي راح تغلق أكيد راح تزيد تسمح للولاية للاستفادة من مشاريع جديدة بعد نكون استلمنا ووضعنا حيز الخدمة للمشاريع التي انطلقت منذ زمن طويل، والحمد لله رانا نشوف النتائج في الميدان وجاحد من ينكر ذلك. أمود بوزال يسن فرناقي نجمو يتوحف سانة صغوري مضبران سلفغين وسليب وهيلا نيسن فران يتوجردن ديني زمران ديس حفيفة رغف تدريم ثثامة ثوتسي ثامة لتوكسا لحثاف غف يمدانا يتوحرمان سيسن فران إمينوثن سي ثامة نظان غار ثقرة ومميال السقواس إمزدان تدرين اللقظة يلتهجين دهيل السدماء وصففية سوزال نتزمور تسفو قيلي دي تمالين أشدون وقفيليها غار وكالي ستلي زرين النهار ترزاغ الولايان تزيوزو فالدرث نتزعي مثاغي وانتنا معاثقة وتزيد السوية سيزي هيشو دي سمت مورث اللقظة يل غار وكالة زمورث تزمورث ذا زمولن الخير ذا الرفاح ثجدي سذلصل ذي مغين سيدي تزيان صار رزقينس أقبيليان ورجيني ينكير الخير ونتسان سي ثمس يانس ذوك سقوس السدمة يوسففين ذو مقال ذي الخير يبنو خلاق تزوالا ديني خص الفرح مقرونين في كاثين وفي جيوين ديال ثما اما تود دراجيا ايديا زنا ذا غورنا اما ذين في جيوننا نلحر ما غي ديال زنا ما سي فغيوانين يمجر ذن اما تغيوانت الجي في زيوزو ويذنا نفا ارثقالا دونك ما كني الزرام في ذا غيان تزري في الساعة تجميل تينا را اث زمور ثما كني نزرا افريس ذا دوا اصغاريس ذا الحمون زيتي ستوغاريس نتاك سونا ذا غي ارثمور ثنا ارثدارني الزعيم تدارني الزعيم تدارني سعامة تدارتي جهان سكوش بدري شبوك داقي على راني جهان وكي اقلان طبعا راه تزمور هادي لين سكوسك 15 كوكوال مارس سيدون 18 كوكوال كي قلنا يتغزين اربعة بوسان اطاس بهيد قلنا ديت باراياكي اطاس مزيكنيا اديوسان سكوتاس الولايات نتمورتنا غزال 16 ولايات كينا سكوسك يذنا تسير في ضبالان الثاكسي وثفخار في مسكنين ذو فراح نتغاو سيوين ذ لقدي شنسي لاند سدما ذي ثدار ثنا تزعيم ذي معثقة يوسفو قلنا تمغرا نزمور كذي ثقرا الحريف عثد الجماعة عثنا رافر كانو نذيب مقبوا عثنا عمرا الشكار عثي عثنا مسنا رزر وغاث قجان عثنا في السادي في السير عثنا عثنا القرب سوى الدغاز يتقود عزي ثاغورس هانك ما نزيد تجديط اونت بريزونتير لا روب كابيل ثقندور لقفيلي تخدم مساجديه امي شفتو سيني سمعيني تصوض تفكاغو زما ما ينوثي ثقندور تقفيلي ايه بلا العضل وانت دواريا داغني فغير شكرا تاسطا سي مولاني وتواشلتي ويجنا ديال لي راسا كياراون ثاني ميرث وثاني ميرث لاسوسياسيون يقول في ناد زعيم وكتي جديد فازمور تتسمس وتسيني كي غنلقفيل ومزرو يوري في رحرا وقفيليا يسح في فيرغ فوق الروج ثالث القياني بعدن وسيرم بوسان يميرا ذي النرنا ذا سبو الشاع وذا زي جو غارث موران الدني تسلك مال سشبحان تولفين السليان يسلن الثان ميرت ميتقيم ميثنا